بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مهندس إسلام عبد النبي، وإن شاء الله هنكمل الجزء الثاني من شرح درس النورمال ستريس أو الإجهادات المحورية على القطاعات. طبعا كنا اتكلمنا في الجزء الأول إزاي أقدر أحسب النورمال ستريس ديو تو أكسيال فورس أو القوة أو القوة المحورية، رسم النورمال ستريس وحساب النورمال ستريس الإجهاد المحوري نتيجة للقوة المحورية. الجزء ده موجود على القناة، اللي ما شافوش لازم يشوفه لأن ده تمهيد مهم قوي للي احنا هنتكلم فيه أو تكمل اللي هنكمله في الجزء التاني دلوقتي. كان في حاجة كده ايه كنا اتكلمنا فيها، يعني الرسمة دي في الجزء الأولاني، عايز بس ايه أرجع كده بسرعة أعيد عليها كده ايه لأن تأكيدا ليها. يعني كنا اتكلمنا إن أنا لو عندي في الفراغ يعني أنا عندي قطاع كده، القطاع ده اللي أنا بشاور عليه ده، القطاع ده عليه محور إكس، عليه محور واي، عليه محور زد اللي هو اتجاه محور الكاميرا نفسه. كنا قلنا ان في الفراغ 6 سترينينج اكشنز. ايه الستة سترينينج اكشنز دول؟ قلنا ان انا عندي في فورس في اتجاه الواي، فدي بنسميها كيو واي، ودي ما تفرقش معايا حاجه دلوقتي لان انا شغال على النورمال ستريس، قلنا دي مش داخله معايا. وفي فورس تانية في اتجاه الاكس اللي هي ماشيه كده، اللي هي بنسميها كيو اكس او الفي اكس ايا كان المسمى، ودي برضو مش داخله معايا ان انا شغال على الاجهاد المحوري. وفي النورمال طبعا اللي هي القوة المحورية طبعا دي معايا، يعني أول حاجة كانت موجودة عندنا في النورمال ستريس واللي احنا اشتغلنا عليها الدرس الأولاني كله هي الأكسيال فورس أو النورمال. طيب نيجي بقى للتلات عزوم اللي عندي. قلنا عندي حاجة اسمها ام اكس، كلمة ام اكس معناها عزم بيلف حوالين محور اكس، والكلام ده طبعا احنا قلناه في الجزء الأولاني بالتفصيل بنفس الطريقة، بس أنا يعني ايه بعيد عليه بسرعة كده تأكيدا ليه قبل ما نكمل. فلو عندي كلمة ام اكس معناها محور عزم بيلف حوالين محور اكس، طبعا لما نبص كده على العزم بيلف حوالين محور اكس هتلاقيه بيضغط في منطقة وبيشد في التانية، فبطريقة ما اتحول برضو الجزء شد وجزء ضغط. واحنا قلنا من الجزء الاولاني ان النورمال ستريس في النهاية الافكت بتاعه يا كومبريشن يا تنشن، فبالتالي الام اكس داخلة معايا فين؟ في معادلة النورمال ستريس. يبقى انا عندي النورمال وعندي ام اكس وعندي بالمثل ام واي، بس المرة دي عزم بيلف حوالين محور ايه؟ محور واي. برضو العزم اللي بيلف حوالين محور واي داخل معاه لانه برضو بيأثر على القطاع كشد وضغط. نيجي لي الام زد اللي هو العزم اللي بيلف حوالين محور زد، لا ده بيسبب زي ايه تويستنج او التواء للقطاع، عشان كده بنسميه ام تي او ام تويستنج، بيعمل التواء للقطاع بتاعي وده ما يأثرش معايا في النورمال، ده يسبب شير ستريس. طيب يبقى انا في النورمال ستريس ايه الثلاث حاجات او ايه الثلاثه سترينج اكشن اللي يهموني؟ الام اكس والام واي والنورمال. كلام جميل قوي. طيب اللي احنا خدناه الدرس الاولاني اللي هو في الجزء الاولاني كله كنت بتكلم ان انا لو عندي في المساله نورمال فورس فقط بي او اكسيال فورس ايا كان مسمى ايه، وطبعا كنا سمينا النورمال ستريس رمز سيجما، لو تفتكروا السيجما اللي كنا بنشتغل عليها كانت بتساوي البي على الايه، مجرد بس ده الدرس الاولاني ده النورمال على الاريا، او البي طبعا هي الان يعني نفس المعنى نورمال فورس على الاريا، وده اللي شرحناه. طبعا انا برسم بس كود كده بوضح ايه القصه فيها ايه، انما كان كل ده كلام جميل جدا عملناه فين؟ في الجزء الاولاني بالتفصيل، بس اللي انا عايز اكد عليه ان احنا في النورمال ستريس في ثلاثه ستريننج اكشن بيأثروا معايا، الام اكس والام واي والنورمال. طيب كلام جميل. طيب لو جينا بقى ننزل على المعادلة، لو انا عندي بقى المعادلة الجنرال، احنا المرة اللي فاتت السيجما اللي هي في الجزء الاولاني السيجما كانت بتساوي ايه؟ السيجما كانت بتساوي البي على الايه او الان على الايه، بس كنت شغال على الحتة دي بس. ليه على الحتة دي بس؟ لان معلش ثانية، لان الجزء اللي كان يهمني كان هو ايه؟ جزء اسف جزء النورمال ستريس ده هو اللي كان يهمني، جزء الاكسيال فورس هو اللي كان يهمني اللي هو الان عليه. طيب دلوقتي لو احنا بقى كبرنا المعادله وتعاملنا مع المعادله العامه بقى، لا هيبقى في كمان جزء، ده جزء خاص بالنورمال، هيبقى في كمان جزء خاص زي ما احنا شايفين كده فوق، جزء خاص بالاكسيال فورس اللي هو الان عليه، جزء خاص بالبيننج بتاع الاكس اللي هو المومنت حوالين الاكس اللي هو الام اكس على مين؟ على اي اكس، جزء خاص ب البيننج بتاع الواي اللي هو السيجما بتاعت الواي اللي هو ام واي على اي واي في اكس. يبقى انا عندي المعادله العامه للنورمال ستريس، سيبك من الموجب والسالب دلوقتي هنفهمها احنا ماشيين بالتدريج في شرح النورمال ستريس، عباره عن ان على ايه موجب او سالب ان على ايه زائد او ناقص ام اكس على اي اكس في واي زائد او ناقص ام واي على اي واي في اكس. طيب تعال نعرف كل حاجه فيهم كده بسرعه ايه هي. هنلاقي في هنا في القانون ده 8 حاجات، 8 فاريبلز عندي.
اول فاريبل او اول ثلاثه فوق كده دول بنسميهم الستريننج اكشن، اللي هو النورمال اللي احنا شرحناه من شويه وقلنا عليهم، الام اكس اللي هو العزم اللي بيدور حول محور اكس، الام واي واللي هو العزم اللي بيدور حوالين محور واي. طيب نيجي للثلاث حاجات اللي تحت في المقام دول. ايه الثلاث حاجات اللي تحت في المقام دول؟ دول خدناهم في الباب الاولاني اللي هم البروبرتيز اوف اريا، الاي اللي هي مساحه القطاع، الاي اكس اللي هي الانيرشيا او عزم القصور الذاتي بتاع القطاع حوالين محور اكس، الاي واي اللي هي عزم القصور الذاتي للقطاع حوالين محور واي. طب ايه يا عم الواي والاكس دول؟ الواي والاكس دول الاحداثيات. المعادله اللي انا بعملها دي، معادله النورمال ستريس، دي معادله عامه لاي نقطه في القطاع. فانت لو عايز تحسب على النقطه في القطاع، والنقطه دي من السنترويد بتاع القطاع ليها احداثيات في الاكس واحداثيات في الواي، فكل اللي عليك تقول لي والله عند النقطه الفلانيه الاكس بكذا والواي كذا، فبالتالي اقدر احسب لك الاسترس عند النقطه دي جوه القطاع. يبقى الاكس والواي دول هما الكوردينيتس بتاعتي او الاحداثيات بتاعت اي نقطه في القطاع. طيب يعني بالنسبه لي ما يعتبروش مجهولين، لا انت عايز تحسب عند اي نقطه الفلانيه، يبقى انا عشان يعني، وطبعا اكس بتاعتها بكذا واي بتاعتها بكذا، يبقى انا عشان احدد النورمال ستريس او اعرف احسب النورمال ستريس لازم اعرف الست حاجات دول اللي هم الست الرئيسيين، بغض النظر عن الاكس والواي، لان زي ما قلنا الاكس والواي ما يعتبروش مجاهيل قد ما يعتبروا ان انا ايه حاجه عايزها في نقطه معينه، فبالتالي اقدر اعوض باحداثيات النقطه دي. طيب كلام جميل. الاي والاي اكس والاي واي شرحناهم بالتفصيل في الباب الاولاني، وطبعا هنمشي بالتدريج الان والام اكس والام واي. طب احنا خدنا ايه لحد دلوقتي في الجزء الاولاني اللي شرحناه قبل كده؟ خدنا الافكت ده فقط، ان انا لو عندي في المساله ان على الايه فقط، وكل اللي حسبناه في الجزء الاولاني كانت مسائل وافكار كتير بتدور حوالين انا عندي نورمال بس، وبالتالي السيجما بتساوي الان على الايه. طيب النهارده هنخش سنه زياده، يعني ده برضو مش الجزء الاخير، يعني في تدريج احنا ماشيين بيه. النهارده هنركز على الجزئيه دي، ان انا لو عندي ام اكس فقط، يبقى في الجزء ده انا هتكلم ان انا لو عندي في المساله ام اكس اونلي. طب ده بنسميه، دي اشهر تطبيق ليها، بنسميه الفليكشر او الانحناء او الكمرات. الكمرات اللي بتشوفها في الاسقف في المباني العاديه عاده كلها معرضه لام اكس فقط، وبالتالي بيبقى النورمال ستريس في الحاله دي ده مش موجود وده مش موجود، وهنتكلم في القصه دي كمان شويه. هيتبقى عندي ام اكس على اي اكس في ايه، في واي. ازاي احسب وارسم النورمال ستريس بتاعه الفليكشر او الانحناء اللي هو جزء الكمرات تحديدا، اشهر تطبيق ليه عليه الكمرات اللي هي بتبقى مش معرضه للنورمال فورس، يعني على ام اكس بس، هو ده اللي هيتكلم فيه في الجزء ده بالتفصيل. تمام. طيب ده ياخدنا بقى لايه، للجزئيه. تعال نبدا نتكلم شويه في الحاجات بتاعه الباب الاولاني اللي كنا بناخدها في سوري استراكشر واحد. تمام. لو انا جيت اتكلمت على كاميرا زي بتاعت استراكشر واحد كده، فيكسد فري او اي كاميرا سيمبل او اي كان شكل الكاميرا ايه، في الترم الاولاني او تفتكروا جزء استراكشر واحد كنا بنعمل اناليسز للكاميرا دي، كنا بنرسم ثلاث حاجات، بنرسم المومنت والنورمال والايه والشير. طيب لما تيجي ترسم المومنت والنورمال والشير كان ايه اللي عندك؟ طيب لما كنت برسم مومنت ونورمال وشير كنتش يا عم بتقول لي في حاجه اسمها ام اكس ولا حاجه اسمها ام واي ولا كي واي ولا كيو اكس، ايه الهووز دي كلها؟ كنت بترسم ثلاث حاجات، كنت بترسم النورمال، النورمال اللي هو زي ما قلنا يمثل مين، الاجهاد المحوري، وكنت بترسم الشير، والشير كان بالنسبه لي هو شير حاجه واحده، لا الشير ده تحديدا شير في اتجاه الواي. لما نيجي نسميه بقى بالنسبه لمسميات الترم ده، لا الشير اللي كنت برسمه دي كانت القوه في اتجاه الواي، وبالتالي الكيو بتاعتي كانت كيو ايه، كيو واي. طب والمومنت اللي كنت ترسمه، كنت بقول لك بيننج مومنت بس، طب بيننج مومنت ده يمثل مين؟ يمثل ام اكس. طب يا عم الثلاث حاجات الباقيين في كل الكاميرات دي، انت عندك ام واي وعندك ام زد اللي قلنا عليها او ام تي، وعندك الكيو اكس، كل دول بصفر. يبقى في المسائل اللي هي زي بتاعه الكاميرات كل الحاجات دي التلات قيم دول بكام؟ بصفر، لا في ام واي ولا في ام زد ولا في كيو اكس. طبعا ما فيش ام واي ليه؟ لان كل القوه موازيه للواي، وزي ما هنشرح في الدرس في الجزء الثالث، ان لما تبقى القوه موازيه للواي ما تعملش مومنت حوالين ام واي فملهاش معنى. وام زد لان كل القوه متقاطعه مع محور زد، لان الاكس ده في السنتر وزد هو السنتر، فكل اللودز ماشيه في السنتر، فبالتالي ما فيش برضو ام زد. وكيو اكس بصفر لان اصلا مفيش قوه في اتجاه الاكس، كل القوه موجوده في اتجاه الواي، فبالتالي كنت بقول لك هي نورمال وهي مومنت وهي ايه شير، ما كنتش بقول لك لا ام اكس ولا ام واي ولا اي حاجه، لان هم ثلاثه دول بس والباقيين بصفار. لكن بالنسبه لمسميات الترم ده كان ده مهم جدا، لا النورمال هي ما زالت النورمال العاديه، الشير لا ده هو كيو واي يعني فيرتيكال فورس في اتجاه الواي.
الام ده ام اكس تحديدا مش ام واي. يبقى انا في الكاميرات العاديه بتاعت الترم اللي فات او اي فريم او اي حاجه بشتغل عليها بالمنظر ده خلاص، انا ما عنديش في السترينج اكشن دول غير الثلاث حاجات دول، النورمال والكيو اي والام اي والام اكس. طب باي ديفولت كده زي ما قلنا الكيو اي مستبعده من درس النورمال ستريس، يبقى انا بركز على مين في الكاميرات دي؟ على الام اكس وعلى ام اي وعلى سوري وعلى النورمال وعلى ام اكس، يعني كيو اي ما تفرقش معايا حاجه في جزء النورمال ستريس، احنا لسه قايلين الكلام ده من شويه. طيب هنزود عليها كمان ان احنا هنشتغل كل الدرس ده على كاميرات ما فيهاش نورمال، يعني تيجي ترسم النورمال عليها او تحسب اي نورمال فورس مش هتلاقي فيه نورمال، يبقى انا تركيزي كله هيبقى عندي بس ام مين؟ ام اكس، الافكت بتاعي هيبقى كله ام ايه؟ ام اكس. طب كلام جميل. طب ناخد مثال اللي هو المثال اللي في صفحة 119 في الكتاب ده، ممكن تكون الصفحات متغيرة عندكم عني لأن أنا الكتاب بتاعي نسخة قديمة شوية، تمام؟ فجايز يكون بس في تغيير في رقم الصفحة، أنا يعني غالبا لا يعني، بس يعني برضو يعني تأكدوا من الأرقام دي. المهم يعني مثال 325 ده بيقول لي إيه؟ أكانت ليفر بيم، يعني كاميرا كابولي يا كانت ليفر اللي هو زي فيكسد فيه كده كابولي، يعني 50 ملي وايد. 50 ملي وايد يعني عرض القطاع، وايد يعني العرض بتاع القطاع، والهايت بتاعها يعني الارتفاع، و150 مللي اهو، يبقى دي كاميرا مستطيلة 50 مللي العرض في ارتفاع 150 مللي و6 متر لونج، يعني 6 متر لونج يعني طولها 6 متر اللي هي الكاميرا المرسومة قدامي دي. بيقول لي كارز اترانجل لود، طبعا الكاميرا مش هتبقى مرسومة يعني هنا بيوصفها بالتفصيل اهو، كارز اترانجل لود ذات فاريز فروم 0 تو فري اند 0 ات فري اند 2000 نيوتن على المتر ات ذا فيكسد اند، يبقى بتتغير فاري يعني تتغير من صفر اهي النقطه دي كده، شايفين النقطه اللي برسمها دي او على النقطه دي كده نعملها برضو نرسمها مع بعض، صفر هنا وعند الفري اند هنا بيقول لي سوري الصفر عند الفري اند وعند الفيكسد اند 1000 نيوتن، يديني منظر المثلث ده، فمش لازم يرسمه لي لان هو موضح لي ان القصه بتاعت شكل الكاميرا ايه بالتفصيل. طيب بيقول لي ايه المطلوب؟ المطلوب منك يا عم the magnitude and location of the maximum flexure stress. ايه flexure stress ده؟ ما احنا لسه حاكيين من شويه قلنا في حاله لما يبقى عندي ام اكس بس بنسميه احنا جهاد الانحناء او نظريه الانحناء بشكل عام، لان بيبقى الاسترس عندي مش موجود لو السيجما بتاعتي ما فيهاش غير ام اكس بس، وساعات بنسميها اف زي ما هنشوف، يعني هتلاقوا في بعض المسائل بنسميها اف. اف دي جايه منين؟ جايه من فليكشر، فليكشر يعني انحناء، يبقى اجهاد الانحناء هو نورمال ستريس عادي، بس نورمال ستريس ناتج عن ام اكس بس، هي نظريه الكاميرات او البيم ثيوري، عشان كده بنسميه احنا ايه؟ فليكشر ساعات او الانحناء، تمام؟ طيب ده المطلوب الاولاني. طيب المطلوب الثاني الماجنتيود اوف فليكشر ستريس، برضو عايز اجهاد الانحناء ان ا فايبر 20 مللي فروم ذا توب اوف ذا بيم ات سيكشن 2 متر فروم ذا فري اند. انا يعني ايه هنترجم الكلام ده بالتفصيل وهنشتغل عليه ايه لما نيجي له، خلينا نمشي بس ايه ستيب باي ستيب كده. بيقول لي ذا ماجنيتيود اند لوكيشن اوف ماكسيمم فليكشر ستريس، حلو قوي. المعادله دلوقتي بتاعت النورمال ستريس بتساوي ايه؟ مش انت ما عندكش غير نورمال، تعال نبص على الكاميرا كده الاول، يعني نمشي ستيب باي ستيب كده، تعال نبص على الكاميرا بتاعتي، كاميرا فيكسد عليها حمل مثلث من صفر لحد 1000، تمام؟ طيب لما اجي اجيب الكاميرا دي اما ارسم مومنت ونورمال وشير، انا ما يهمنيش الشير في حاجه، انا يهمني النورمال ويهمني المومنت دلوقتي اللي هو الام اكس بتاعي، تمام؟ لما اجي ارسم النورمال هنا، هو في يا عم نورمال؟ النورمال هيجي منين؟ ما انت لو خدت سمشن اكس هيطلع الاكشن ده بزيرو، ولو رسمت النورمال فورس هيطلع النورمال فورس كله بكام؟ كله بصفر، ما فيش اي حاجه في النورمال، صح ولا؟ فبالتالي النورمال فورس ملوش اي وجود، يبقى انت ما عندكش غير مومنت. طيب هو بيقول لي ايه؟ نرجع كده لفوق شويه كده نركز في الجمله دي، بيقول لي ذا ماكسيمم فليكشر ستريس. ماكسيمم يعني ايه؟ يعني اقصى. طب اقصى فليكشر ستريس، انا ما عنديش في المساله سترينج اكشن غير المومنت، يبقى بالتالي اقصى اجهاد ناتج عن الانحناء موجود فين؟ موجود عند اكبر بيندنج مومنت. طب هنا اكبر بيندنج مومنت موجود فين؟ بديهي انه العزم اللي عند الفيكسد، مش محتاجه يعني ايه اي لعب ولا لف ولا اي لف ودوران. فلو انت عايز تحسب العزم اللي عند الفيكسد بمنتهى البساطه هتجيبه حتى من الشمال كده، هتيجي واخد سيكشن من الشمال كده، يعني انا هحسب الحسبه دي من هنا، تركيز المثلث ده بيساوي ايه؟ نص في دبليو في ال، مش ده مساحة مثلث؟ تركيز المثلث نص دبليو ايه؟ دبليو ال، دبليو الف، صح كده؟ يعني القيمة اللي انا بحسبها دي في الف في مين؟ في ال اللي هي كام؟ 6 متر. فحسبت كده الايه التركيز، هضربه فين؟ في المسافة، المسافة دي بتساوي ايه؟ مش مركز المثلث في التلت والتلتين؟ هنا طبعا التلتين من ناحية القاعدة، يبقى انا عايز اضربه في الحتة دي، الحتة دي اللي هي كام؟ تلتين ال اللي هي تلتين الستة اللي هي اتنين، يبقى انا كده جبت المومنت، يبقى هو اللي هو مكتوب لك هنا بدي بالرموز الأول وبعد كده متعوض عنه. دبليو ال على اتنين اللي هي نص دبليو ال اللي هي ايه؟ مستركز المثلث في تلت الطول، ده طبعا المسافة دي
تلت الطول، زي ما قلنا من ناحية المثلث، من ناحية القاعدة التلت، ومن الناحية التانية التلتين. يبقى هنا التلت بتاع الستة كام؟ 2، اللي هو 6 على 3، يديني كأني بقول ايه، لو انا عايز اجيبها بالرموز يعني، لو جيت فكيت الرموز دبليو ال سكوير على 6. طبعا دي حاجة ثابتة كده، لو انت عايز تبقى عارفها، لو كاميرا كابولية عليها حمل مثلث فيكسد يعني فري، بيبقى المومنت دبليو ال سكوير على 6، ده اثباتها. في النهاية انت ممكن تتعامل معاها كمعادلة مومنت عادي خالص، يعني نص في 1000 في 6 اضربه في المسافة اللي هي 2، يديك المومنت عند النقطة دي، ودي للسهم لفين؟ لفوق. تمام. فده قيمه الماكسيمم بيننج مومنت اللي موجود عند السبورت، ده اللي انا استنتجته. هو بيقول لي انا عايز الايه، الماكسيمم فليكشر ستريس، فبالتالي بدور على اقصى ايه، على اقصى نقطه فيها ايه، فيها مومنت. تمام. طيب كلام جميل كده، وصلت لمين؟ للمومنت الماكسيمم. يبقى الام ماكسيمم عندي عباره عن دبليو ال سكوير على 6، اللي هي زي ما قلنا نص الحمل في الارتفاع مضروب في تلت الطول عشان اجيب مومنت عند الفيكسد. طيب الحمل تركيز ده نص ال دبليو ال دي، جمع بقى القيمه بتاعتها ببساطه، 1000 في 6 تربيع على 6 اداني 6000 نيوتن في متر، اللي هي القيمه اللي قدامي دي. حلو قوي، 6000 نيوتن في متر، ده قيل قيمه الماكسيمم بيننج مومنت. نيجي للمعادله بتاعه النورمال ستريس، هيبقى كده شكلها عامل ازاي؟ المعادله بتاعه السيجما، او قلنا ممكن نسميها اف في حاله الفليكشر. انا هنا ما عنديش غير 3 حاجات، ام اكس على الاي اكس مضروبه في مين؟ في الواي. ما عنديش الجزء بتاع النورمال، ولا عندي الجزء بتاع الايه، الام واي، زي ما حكينا من شويه. فبالتالي لا في نورمال ولا في ام ايه ولا في ام واي. كلام جميل. يبقى انا عايز احسب الام اكس، جبناه، ما هو الام ده والام اكس، عايز احسب الاي اكس، عايز احسب الواي. طيب الاي اكس بتساوي ايه يا عم؟ انا عايز اجيب الاي اكس برضو. الاي اكس بتساوي ايه؟ لا الاي اكس موضوع بسيط، الاي اكس كل اللي هتساويه هتساوي ده مستطيل ابعاد القطاع 150 في ايه، في 150، مش هو لسه قايل لي من شويه 150 مللي العرض في 150 الارتفاع. طيب الاي اكس بتاعت المستطيل بتساوي ايه؟ الموازي الاكس في العمودي تكعيب على 12. الموازي الاكس 50 في العمودي تكعيب، اللي هي الاتش تكعيب على كام؟ على 12. والكلام طبعا شرحناه بالتفصيل الممل في الباب الاولاني. طيب من الحسبه دي طلعت الانيرشيا، انا شغال ملي، فالانيرشيا دي طلعت الرقم ده 14 من 1000 في 10 اس 9 مللي متر اس 4، واحنا عارفين ان وحده الانيرشيا بتبقى طول اس 4. تمام. او لو جيت حسبتها بالمتر، انا هحول، انا هشتغل هنا، عندي ده نيوتن في متر وعندي ده مللي، فلازم احول حاجه للتانيه، يحول المتر لملي، يحول الملي لمتر، احنا حولنا الملي لمتر. لما احول الملي لمتر ايه اللي عندي؟ موضوع بسيط يعني، من عايز تحول من متر لملي كل، او من ملي لمتر، من ملي لمتر بتقسم على 1000. تمام. طيب من ملي لمتر بتقسم على 1000، وانت عندك كمان 1000 اس 4 المره دي، يعني مش 1000 وبس، 1000 اس 4. تمام. فده هيديك في الاخر التحويله دي، اللي كانك ضربت الرقم ده في 10 اس سالب 5، يعني طلعت اللي هو 1.406، مش الرقم ده تحديدا، يعني انت النتيجه النهائيه هتطلع الرقم ده تاني، يعني كاني ضربت في 10 اس سالب 12. ليه؟ 1000 اس 4، 1000 يعني 3 اصفار، 3 اصفار في 4 تليه، عشان بحول من متر بقى مربع لملي متر، او من ملي متر مربع لمتر مربع، يعني في اس 4 كمان، فكاني بقول 1000 اس 4 يعني 3 اصفار اس 4 يعني 12 رقم، يعني كاني بقسم على 10 اس 12، فيديني في الاخر النتيجه دي. تمام. ده التحويله. طبعا اي تحويله براحتك، يعني عايز ترجع تحول من متر لملي، ممكن اضرب بيه في 1000 واشتغل كله نيوتن وملي، يعني تبقى نيوتن في ملي واشتغل كله نيوتن في ملي، ويبقى عندي ميجا باسكال اللي هي وحده الاستريس المشهوره اللي يناسبك، مفيش مشكله. طيب نيجي ليه، هو طالب مني ايه؟ بيقول لي الماكسيمم نورمال ستريس. نيجي بقى نركز في الجزئيه دي دلوقتي، نرجع تاني نكتب المعادله بتاعه النورمال ستريس كده ونحطها قدامنا. السيجما او الاف زي ما قلنا بتساوي الام اكس اللي هي المومنت اللي احنا جبناها على اي اكس مضروبه في مين؟ في الواي. دي معايا الام اكس والاي اكس معايا، فاضل الواي. الراجل بيقول لي انا عايز الماكسيم. الماكسيم دي تتنسب لمين؟ بتتنسب للسنترويد، يعني انت لو جيت خدت كده محور في السنترويد، ادي اكس وادي واي، ده المركز بتاع القطاع. فين اقصى ارتفاع للواي؟ ما هو انت عايز تجيب ابعد نقطه عن السنترويد عشان تجيب الماكسيمم واي، عشان تجيب الماكسيمم ستريس. ابعد نقطه موجوده فوق وموجوده فين؟ تحت، لان قطاع متماثل. يعني كانك من السنترويد هنا هتطلع مسافه قد ايه كده لحد ما توصل لاعلى نقطه في الواي فوق. طبعا كل الخط ده على واي واحده. الاعلى نقطه فوق كام؟ نص 150 كام؟ 75.
يبقى الواي الماكسيمم اللي تديني الماكسيمم بتاعي تمثل كام؟ 75 مللي. فهو ده اللي انا عايز احسبه بمنتهى البساطة. طيب تعال نرجع نعوض في المعادلة كده تحت. لما اجي اعوض في المعادلة هقول ايه؟ والله طبعا الواي الماكسيمم زي ما قلنا بتساوي 150 على كام؟ على الاتنين. زي ما قلنا الواي الماكسيمم هنا بتساوي 150 على 2 بتساوي 75 مللي. طيب نركز دي كده عشان برضو الجزئيه دي مهمه قوي. هتلاحظوا كده كلمه واي ماكسيمم جنبها واي سي، سي دي مقصود بيها كومبريشن، واي تي، تي مقصود بيها تنشن، والسي ساعات بنسمي الواي يعني رمز سي ده بدل ما اقول سيجما بتساوي ام اكس على اي اكس في واي، ساعات بسمي دي سي يعني بدل ما واي ممكن اسميها سي. فده برضو ساعات هنشوفها في بعض المسائل في الكتاب. فالواي هي الواي الماكسيم او الواي هي السي يعني تمثل الفاريبل اللي هو اسمه سي. طب ايه الواي كومبريشن والواي تنشن دول؟ ما هو انت عندك عزم، العزم ده بيلف حوالين محور اكس، فلو هو بيضغط في حته هيشد في التانية. يعني مثلا لو العزم ده بيلف كده هتلاقي السهم ده معناه مكان الضغط، يبقى ده الكومبريشن بتاع السي. طب وفوق مكان الايه؟ التنشن. او العكس لو العزم ده بيلف كده يبقى الضغط هنا السالب اللي هو الكومبريشن بتاعي في هنا، والتنشن هيبقى فين؟ هيبقى تحت. دايما في الكمرات عشان نختصر القصة دي مكان المومنت هو اللي انت رسمه موجود عندك في المسألة، مكان دي للسهم بتاع المومنت هو مكان الشد. يعني نرجع كده للمسألة كده في الجزء اللي فوق، هتلاقي عندك هنا ايه؟ كاميرا العزم بيلف كده. لو اجيت ارسم مومنت هنا هيطلع عامل ازاي؟ مش هيطلع حاجه عامله كده، يعني قيمه المومنت الفوق اللي هو الالف ده. فطالما مكان المومنت الفوق يبقى ايا كان شكل البرابله بتاعه المومنت ايه، طالما قيمه المومنت الفوق انا بالنسبه لي هنا الشد فوق والضغط ايه؟ والضغط تحت. يبقى الكاميرا دي الجزء اللي فوق القطاع اللي فوق ده كله معرض للشد، المنطقه اللي فوق معرضه للشد، المنطقه تحت معرضه لايه؟ معرضه لضغط. طيب كلام جميل، ننزل تاني نكمل كلام. طيب هنا عرفت ان الواي توب بتساوي الرقم ده. طب ايه الاف بي ماكسيمم دي؟ ما احنا لسه قايلين من شويه الفليكشر او سوري النورمال ستريس ساعات بنسميها رمز ايه؟ رمز اف. وكلمه اف بي يعني جايه من بيندنج، اف بيندنج هي السيجما. طبعا تسميه سيجما بيندنج، تسميه سيجما، تسميه اف، مش فارقه كتير. هنا الام على اي في واي، الام عندي 6000، والواي الاي عندي اللي احنا حسبناها من شويه، الواي اللي هي بوينت 75 اللي هي 75 مللي تبقى بوينت 075 متر، انا شغال بالمتر. تطلع النتيجه دي كده، انا الوحدات اللي عندي ايه؟ نيوتن على المتر المربع. طبعا الكومبريشن زي التنشن، ده الماكسيمم اللي عندي نيوتن على المتر المربع. هي لو انت حولتها الميجا باسكال بتقسم على 10 اس 6 فتطلع 32 ميجا باسكال. تحت مكتوبه لك التحويله وان الميجا باسكال بتساوي 10 اس 6 نيوتن على المتر المربع. طبعا كان ممكن من الاول اشتغل ميجا باسكال لو انا طلعت فوق كده وحولت من الاول خالص النيوتن في ملي، او يعني الميجا باسكال براحتك، ان احنا كده جبناها من نيوتن على المتر، سبتها زي ما هي نيوتن على المتر مفيش مشاكل، حولتها لميجا باسكال مفيش مشاكل، طالما مش محدد لي وحده محدده. يعني في بعض المسائل لو تفتكر في الجزء الاولاني كان مطلوب مني النتيجه بوحده معينه، كان ساعات يقول لي اليونتس ان ميجا باسكال، يعني طلعها لي بالميجا باسكال، فساعتها انا ملزم بوحده معينه، انما هنا مش ملزم. فكده انا حسبت الاف بي ماكسيمم بتاعتي بمنتهى البساطه، والقصه مش صعبه يعني. طيب نيجي بقى نركز دقيقه كده عشان الحته دي برضو ايه مهمه قوي. المطلوب التاني بيقول لي ايه؟ ذا ماجنيتيود اوف فليكشر ستريس. ماجنيتيود اوف فليكشر ستريس يعني برضو اجهاد، قيمه اجهاد الانحناء اللي احنا قلنا عليه اللي هو السيجما اللي احنا قلنا عليه. ان ا فايبر، فايبر اللي هي كاميرا، يعني احنا بنسمي النقط بتاعت الكاميرا دي فايبرز، يعني الخطوط دي كده دي بنسميها فايبرز بتاعت الكاميرا، يعني زي مكان كده في الكاميرا، نقطة في الكاميرا. بيقول لي فايبر 20 مللي فروم ذا توب اوف ذا بيم، يبقى انت من فوق كده من عند وش الكاميرا هتنزل لتحت 20 مللي، هو ده الفايبر اللي انا عايز احسب عنده. يعني عايز احسب في المنطقة دي قصاد الخط اللي انا رسمه ده كده، الخط ده على بعد قد ايه من فوق؟ على بعد 20 مللي من توب اوف ذا بيم اللي هو من فوق خالص. طيب اللي هو وكمان مش عند الماكسيمم، هو عايز عند سيكشن ات 2 متر فروم ذا فري اند. يبقى المره دي السيكشن اللي احنا حسبناه كان بتاع الماكسيمم كان عند الفيكسد هنا، انا مش عايز احسب عند الفيكسد يا عم، انا عايز احسب عند مين؟ 2 متر فروم ذا فري اند. ادي فري اند اهو، همشي منها قد ايه؟ 2 متر. كلام جميل.
يبقى همشي، ده مش قيمة على حسابها يعني، بس دي مكان الايه، مكان السكشن. همشي كده كام، 2 متر، هو ده مكان السكشن بتاعي اللي هو عايز يحسب عندي 2 متر من الفري اند. يبقى انا هجيب المومنت هنا، يبقى المومنت مش الماكسيموم اللي انا حسبته في الاول، لا، المومنت اللي عندي الـ2 متر دي. فدي اول جزئية. والجزئية التانية انه مش عايزك تحسب عند الماكسيمم برضه، هو الماكس لو عايزك تجيب عند فايبر يعني هتنزل 20 مللي كده. طيب لما تنزل 20 مللي من فوق، يبقى المسافة من السنترويد قد ايه؟ هتطرح الـ75 اللي احنا كنا حاسبينها من شوية اللي هي الماكسيموم خالص، تطرح منها 20 يديك 55. يبقى انت كأن الواي بتاعت الفايبر زي المكان ده اللي هو في الحتة دي تحديدا كده على ارتفاع قد ايه من السنترويد؟ 55، لان هو من فوق 20 والطول كله من النص 75، يبقى 75 ناقص ال20 يديني 55 مللي. ده باختصار اللي احنا هنعمله. طيب تعال ننفذ الكلام ده. عشان ننفذ الكلام ده اول حاجة هبدأ احسب ايه، احسب قيمة الحمل عند الجزئية دي. الحتة دي طبعا يعني انا ايه مش عايز اخبطك فيها قوي، اعملها بتشابه مثلثات يعني، مش مستاهل ان انت تعمل ايه حسابات او رموز او كده، هي الموضوع بسيط جدا. انت عايز تجيب الحمل في حتة هنا، سمي الارتفاع ده يا سيدي اي حاجة، سميه مثلا واي، والطول ده اللي هو الـ2 متر بتاعي معروف يعني، الحتة دي كده 2 متر. تعالى نعملها بتشابه مثلثات عشان ما نتلخبطش. طبعا هو في الكتاب عاملها بالرموز كده عشان ما تتوهوش، انا عاملها بتشابه مثلثات عادي خالص. انا هاخد المثلث ده يعني هظلل كده المثلث اللي بالاصفر ده مع المثلث اللي باللبني كله اللي هو كل المثلث بما فيه الجزء الاصفر، تمام؟ هتعمل ايه؟ هتقول والله واي على 1000 مثلا، يعني بمنتهى البساطة كده هاجي اعمل كده، ادي واي اللي هي الارتفاع الرأسي ده على الارتفاع الرأسي ده على 1000 بتساوي 2 متر على 3. يعني من الاخر الواي دي بتساوي 2 متر. طبعا ده تنسيب يعني، في النهاية الواي بتساوي 2 الالف دي او 2 الدبليو اللي هي المحسوبة عندك هنا. هتلاقي ان في النهاية الواي اتضربت في كام؟ في 2 يعني، مش اكتر من كده. طب ده كده قيمة الواي، يبقى الواي بتساوي 2 الالف. 2 الالف اللي هو كام؟ يعني 2 على 3 في 1000 اللي هي في النهاية النتيجة دي 6، او بالظبط كده 667 بالتقريب، يعني بالظبط كده 30 الف، الرقم ده 667. كلام جميل يعني، او مش، لا سوري، 30 الف مش 30، دي 2 على مش 3 بقى، سوري، دي الكاميرا كلها طولها كام؟ طولها 6 متر، دي غلطة معلش. الطول بتاع القطاع ده كده مش 30، ده 6 من اول لاخر خالص، ده 2 وده 4 يبقى كله كام؟ 6. فيعني تلت يعني مش 30، فالرقم ده مش مظبوط. الرقم ده هيطلع طبعا بالتنسيب كده، الحتة دي هتبقى ايه، قريبة من التلت، هي تلت بالظبط اللي هي 333 و3 من 10 باختصار كده يعني، لو انا جيت حسبت قيمة الواي بتاعتي هنا في المنطقة دي. طيب يبقى انا كده معايا المومنت عبارة عن مين؟ المومنت عبارة عن العزم الناتج من السكشن ده كده من الشمال عند المثلث اللي انا مظلله ده. طب بيساوي ايه ده يا عم؟ بيساوي بمنتهى البساطة كده لو جينا يعني حتى كتبنا كاتكست كده عشان ناخد بالنا، بيساوي مساحة المثلث نص في 333 وتلاتة من عشرة في قيمة مين؟ قيمة الطول ده اللي هو 2 متر، الطول اللي قدامنا ده اللي هو مساحة، بقى بحسب مساحة المثلث 2 متر. ده كده تركيز الحمل. طيب ده التركيز نص 333 في 2 من 10 في مين؟ اضرب في الحتة من المركز ده، مركز المثلث ده فين؟ طبعا يعني نرجع بس مش تكست، الحتة دي هنا كده في النقطة دي كده مركز المثلث هنا في المسافة دي اللي هي مين؟ تلت الاتنين. كأني بجيب معادلة مومنت عادي خالص، مش عايز ادخلك انا في اللخبطة دي، في نفس العلاقة بس هي معمولة بالرموز، مش عايز لخبطك. في النهاية بجيب تلت الاتنين، تلت الاتنين اللي يعني 2 على ايه؟ على 3. يبقى كأني ضربت الحسبة دي كده، نرجع للتكست بتاعنا تاني، في مين؟ في 2 على 3 اللي هي 0.67، تمام؟ يبقى انا لو مش 2 على 3.67، 2 على 3.67 تمام، يبقى نص في 333 وتلاتة من عشرة في 2 في 0.67 هيديني الرقم اللي قدامي ده اللي هو 222.22 نيوتن في متر. طبعا ممكن احسبه بالايه، بالمعادله دي الدكتور منسبها وعامل التشابه هنا ومظبطه عشان يطلع في الاخر علاقه، انما انا يعني في النهايه مش عايز لخبطك، انت لو اشتغلتها بالايه، بالارقام كده هتلاقيها حسبه بسيطه جدا. طيب كده جبنا الماكسيمم مومنت، كلام جميل، نرجع نكمل. طيب عشان اكمل هلاقي عندي
زي ما قلنا اللي احنا حسبناه من شويه، الواي بتاعت الفايبر ابو 20 مللي اللي شرحناها من شويه، انا بقول لك عايز احسب عند 20 مللي من فوق، يبقى هنزل من فوق 20، يبقى من السنترويد الواي والاكس بتوع احداثيات القطاع زي ما قلنا متنسبين دايما للسنترويد، يبقى انا كده طلعت فوق قد ايه؟ شيل من 75 اللي نص القطاع 20 يديني 55، يبقى ده الفايبر اللي انا عايز احسب عنده. طيب يبقى الواي بتاعتي ب 55 مللي او 0.055. كل اللي هتعمله هتعمل ايه؟ الاف بندنج بتاعتي في السكشن ده بتساوي الام على اي في واي، الام المره دي اللي لسه جايبينها 222 و22 على الاي، الاي ما بتتغيرش في اي مس في اي يعني طبق، القطاع ده ثابت كده كده، المستطيل ده ماشي على طول الكاميرا ونفس القطاع، فالاي دي هي اللي كنا جايبينها في المطلوب الاولاني ما اتغيرتش. في 0.055 اداني الرقم ده بالنيوتن على متر مربع، لما احوله من ميجا باسكال بشيل 10 وال6، لان من ميجا باسكال من نيوتن على متر مربع لميجا باسكال بقسم 10 وال6، فيعني لو انا عايز اجيب ناتج بالايه بالميجا باسكال بشيل 10 وال6 دي، يبقى ده 0.869 ميجا باسكال. يبقى انا كده خلصت المثال ده، طبعا ده مثال كبير شويه يعني، بس عشان نفهم منه ايه القصه ماشيه ازاي، في مطلوبين وفكره الفايبرز وفكره المعادله بتاعت الفليكشر نفسها عامله ازاي. طيب تعال بقى نبص على يعني ايه حاجات تانية برضو ممكن تبقى بافكار مختلفه شويه. عندنا مثال في هو في الكتاب عندكم صفحه 139. طيب المثال اللي انا شرحته من شويه ده، ونركز بقى في الكلام ده عشان الكلام ده مهم جدا، المثال اللي انا شرحته من شويه كان القطاع متماثل حوالين الاكس. طب لو انا عندي قطاع مش متماثل حوالين محور اكس، يعني مديني انا بقول لي ايه اكاست ايرن بيم، يعني كبره من الحديد سبورتد اس شون، يعني متحمله طبعا سبورتس بتاعتها زي ما احنا شايفين كده، في رولر هنا وفي انجل هنا، كاريز ايونيفورم لود دبليو نوت، يبقى عليها حمل اسمه ايه دبليو نوت مجهول طبعا، يعني مدخله فكرتين في بعض، بيقول لي انكلودنج اتس اون ويت، يعني الدبليو نوت ده متضمنه الحمل اللي هي شايلاه وكمان داخل فيها الاون ويت بتاعها اللي هو الوزن الذاتي بتاعها. بيقول لي ديتيرمن ذا ماكسيمم سيف فاليو اوف دبليو، المره دي عايز قيمه مين؟ قيمه الدبليو، يعني المره دي الحمل هو المجهول. وبيقول لي الاولبل ستريس ار الاف بي تي، يعني الاف بي تي يعني فليكشر بندنج تنشن، يبقى فليكشر عشان انحناء، وقلنا ايجاد الانحناء بنسميه اف عادي، بي اختصار بيندنج، وتي يعني تنشن، يبقى اقصى اجهاد شد انحناء موجود عندي 20 ميجا باسكال، واقصى اجهاد اف بي سي يعني الاف بيندنج بتاع الكومبريشن، يبقى اقصى اجهاد ضغط كام؟ 80 ميجا باسكال. وبيقول لي ذا سكند مومنت اوف اريا اباوت ال ان اي، يعني انا هنسيب قصه ال ان اي دي كده، هنتكلم فيها تاني بالتفصيل في الاجزاء اللي بعد كده، فاقولها دلوقتي كده بسرعه. تمام، about ال ان ايه، يعني كلمة ان ايه دي اختصار كلمة اسمها النيوترال اكسس او محور التعادل، يبقى ال ان ايه اختصار كلمة اسمها نيوترال اكسس او محور التعادل. انا مش في الدرس ده مش عايز اطول في الجزئية دي، يعني طبعا لسه هيبقى في الاجزاء اللي بعد كده شرح قصة ال ان ايه ده بتفاصيله بحالاته بازاي ارسمه، لان هو موضوع كبير ومهم جدا، انما مبدئيا كده خلينا نتكلم على الحاله اللي احنا فيها دلوقتي في الجزئيه دي. لما يبقى عندي ام اكس فقط بيبقى ال ان ايه ده هو محور اكس، يعني محور التعادل هو محور اكس. طب الاول يعني ايه محور تعادل؟ محور التعادل ده الخط اللي عنده الاجهاد في القطاع بصفر، يعني انت عندك قيم على الاجهاد بتتغير، الخط بقى اللي عنده قيمه الاجهاد على القطاع بصفر ده بنسميه احنا ال ان ايه او نيوترال اكسس او محور التعادل. يبقى لما يجي يقول لي اباوت ال ان ايه ذا سكند مومنت اوف ايه اباوت ان ايه، مقصود بان ايه هنا مين؟ ما احنا لسه قايلين طالما في الحاله بتاعت ان مفيش غير ام اكس بس، هي حاله الكمارت اللي احنا شغالين عليها دلوقتي ما عندناش غير ام اكس بس، طالما ان ام اكس بس بيطلع ال ان ايه ده اللي هو نيوترال اكسس هو هو محور اكس وانطبق عليه، يبقى ال ان ايه يمثل بالنسبه لي محور مين؟ اكس. عشان كده هنا رسم لك خط هنا معنى ال ان معنى ان ايه ده هو محور اكس اللي هو السنترويد بتاعي الاكس اللي في السنترويد يعني. ولما يقول لي الاي بتاعت ال ان ايه مقصود بيها الاي مين؟ الاي اكس، يعني المعنى ده اللي انا عايز اوصله دلوقتي يعني مؤقتا لحد ما نتوسع في شرح النيوترال اكسس بالتفصيل في الاجزاء اللي جايه بعد. مبدئيا هو عايز وكلمه السكند مومنت اوف اريا اباوت ان ايه يعني الاي ان ايه اللي يعني محور ايه محور التعادل ده اللي هو اي اكس بتاعتي. تمام، يبقى جيفن هنا مش هحتاج احسب اي اكس ولا حاجه، مش هتخش في الباب الاولاني كتير، انا عندي كل حاجه جيفن. طيب مطلوب ان احدد مين؟ الدبليو نوت. كلام جميل، ما سابها لي مفتوح، عايز الماكسيمم او عايز الماكسيمم او سيف فاليو، يعني عايز اقصى حمل امن للدبليو. الدبليو اللي هي تمثل مين؟ زي ما قلنا تمثل ايه الحمل اللي موجود على الكاميرا بتاعتي. طيب احنا هنعمل ايه بقى
في الاول هنشتغل كل حاجه بدالة الدبليو. انا مش عارف الدبليو دي بكام، فمن التماثل طبعا لو انا جيت احسب الرياكشنات، انا عايز ارسم مومنت وعايز احسب رياكشنات وعايز اعمل كل الكلام ده، بين التماثل انا عايز اجيب الرياكشنات، عايز اعمل اي حاجه هنا. مثلا بيقول لي فروم سيمتريك الرياكشنز بيساوي ايه، هو مش ده دبليو؟ طيب قيمه الحمل تساوي ايه؟ ركز ركز، الحمل ده تركيز الحمل بيساوي ايه؟ الدبليو في الطول ده كله. الطول كام؟ الطول 10. يبقى كاني بقول ده كده 10 ايه دبليو نوت بتاعتي. يبقى الرياكشن ده من التماثل كام وكام؟ ما هو ده نص، ده نص الحمل ونص الحمل، يعني واحد فيهم 5 دبليو من هنا وواحد فيهم 5 دبليو من الناحيه التانيه. طيب برضو هنتكلم في جزئيه مهمه، يعني هنمشي فيها زي ما قلنا ستيب باي ستيب كده واحنا ماشيين. طيب لو انا جيت ابدا، يعني هنتكلم بس تشيل فورس ايه اهميتها كمان دقيقه بالظبط، بس خلينا نمشي ستيب باي ستيب كده. دلوقتي الشكل متماثل، في حالة التماثل دايما الشير في خط التماثل يبقى بكام؟ فاكرين الكلام ده في ستراكشر واحد ولا لا؟ في حالة التماثل بيبقى في النص عند محور التماثل الشير اللي بنسميه كيو بيساوي زيرو، زي ما شايفين من الرسمة دي. وعارفين معلومة مهمة، ان الماكسيمم مومنت بيبقى موجود عند مين؟ عند الزيرو شير. كل ده خدناه فين؟ خدناه في ستراكشر واحد. فهنا قصاد الكيو اللي بصفر هتلاقي قيمة الماكسيموم. طب نرسم مومنت ازاي؟ المومنت بسيط، هنا النقطة دي بزيرو مفيش مشاكل. السكشن ده من الشمال هيبقى عبارة عن ايه؟ بدالة الدبليو. ده 1 متر، يبقى دبليو نوت في واحد، يبقى ده تركيز الحتة اللي هنا دي عبارة عن واحد في دبليو نوت، تركيز المستطيل اللي قدامي ده، مضروب في نص المسافة اللي هي نص الواحد. انا بجيب السكشن ده من الشمال، ده كابولي نص الواحد، طبعا دبليو نوت في ده في واحد، اي دبليو نوت اضربها في نص يبقى كاني بقول نص دبليو نوت المومنت اللي عندي، سالب عشان دي للسهم اللي فوق، يبقى كاني برسم مومنت هنا النيجاتيف. طبعا المفروض هنا يعني لو عايز اعمل الخط منقط واعلق البرابلا مفيش مشاكل، المهم انا يهمني قيمه المومنت هنا نص دبليو نوت، ده اللي يهمني. تمام. طيب والناحيه التانيه من التماثل زيها في الحته دي نفس الكلام، نص دبليو نوت. نيجي للقيمه اللي في النص، والله القيمه اللي في النص بقى عايز تجيبها بطريق دبليو ال سكوير على التمانيه، ما عنديش مشاكل يعني بسهوله، بس هتاخد بالك ان القيمه اللي في النص، يعني لو جيت اعلق المومنت هنا كده هقول دبليو ال سكوير على التمانيه، دبليو اسمها دبليو نوت، الحمل دبليو نوت، في نحسبها كده مع بعض عشان نفهم عملنا ايه، في 8 تربيع على التمانيه، التمانية راحت مع التربيع، يبقى كأني بقول 8 دبليو نوت ده قيمة البرابلا. طب ليه انت كاتب القيمة اللي تحت 7.5؟ لان انت القيمة دي بتتعلق من فين لو تفتكروا؟ بتتعلق من خط الداش، فمن خط الداش لحد هنا في نص فوق اهو، مش خط الداش في نص ونص، يبقى كأنك انت شلت من التمانية اللي هي الحتة دي نص، يبقى يتبقى لك تحت كام اللي هي قيمة الماكسيمم مومنت بتاعي؟ 7.5 دبليو نوت. يبقى انا عندي الماكسيمم نيجاتيف مومنت نص دبليو، والماكسيمم بوزيتيف مومنت 7.5 دبليو نيوتن في متر. او لو انا عايز احسب بستراكشر واحد بقى، هاخد سيكشن هنا عادي بقى واحسبه بالرموز، يعني احسب هنا سيكشن هيبقى عندي 5 دبليو نوت في 4، وعندي الحته دي اللي هي دبليو نوت في بالظبط كده 5، من الحته دي 1 و4 يبقى 5، يعني دي 4 اللي هي 5 دبليو نوت، وعندي عكسها دبليو نوت في 5 في 2.5 يديني قيمه المومنت، هتلاقوا فعلا طلع 7.5 دبليو نوت في النهايه باي طريقه انت رسمت المومنت. طب عايز اطلع من الرسمه دي، عايز اطلع بحاجتين، انا عندي ماكسيمم فورس او ماكسيمم ستريس للتنشن غير الماكسيمم ستريس للكمبريشن، ودي حاجه مهمه جدا. الراجل جه قال لي ان التنشن الاول بتاعه 20 والكمبريشن الاول بتاعه كام؟ 80، فبالتالي لازم احسب لاقصى اجهاد شد والاقصى اجهاد ايه؟ اجهاد ضغط. طب انت عايز تقول ايه؟ لا عايز اقول كلام كتير، نركز مع بعض كده. انا هنا عندي اقصى قيمه نيجاتيف مومنت فين؟ هي النص ده، فبالتالي هشيك مره عن النص السكشن اللي عند النص، وعندي اقصى اجهاد بوزيتيف مو او اقصى قيمه بوزيتيف مومنت كام؟ 7.5 دبليو اللي موجوده هنا، فاحسب سكشنين مره عند النص ومره عند مين؟ عند الدبليو. كلام جميل. طب نمشي مع بعض كده ايه خطوه خطوه ونكمل مع بعض. اول سيكشن هاخده السيكشن اللي عند السبورت، المومنت اللي عنده ايه؟ نص الدبليو نوت، اشارته سالب يعني عشان نيجاتيف لفوق يعني. طيب لو انا عايز احسب، هو مديني الرسمه، ما هو كلمه ان ايه ده زي ما قلنا معناها محور اكس، وبالتالي ما دام هي محور اكس المسافه يبقى ده كده يمثل مين؟ الباب الاولاني الحته دي تمثل ايه؟ تمثل واي بار.
لان انا مديك هنا اهوت من ادي ان ايه اللي هو بس المحور اكس، يبقى ده الارتفاع بتاع السنترويد من الاكس 50 من هنا و80 و180 من هنا. يبقى انت عايز تقول ايه؟ عايز اقول ان اقصى نقطه ارتفاعها من فوق اللي هي الواي توب بتاعتي 180، واقصى نقطه ارتفاعها من تحت اللي هي الواي بوتوم بتاعتي 50. المره دي مش متماثله، في المساله اللي فاتت كانت متماثله، انما في المساله دي مفيش تماثل لان القطاع نفسه مش متماثل حوالين مين؟ حوالين محور اكس. طيب تعال ننزل نكمل. طيب يبقى ده زي ما قلنا من شوية، الام على اي اللي هي الام اكس على اي اكس في الواي لازم تبقى اقل من الاف بي تنشن. طب عرفت منين ان الاف بي تنشن يا عم؟ اه ما انا لسه قايل من شوية، المومنت مكان الشد دايما، يعني في السيكشن ده كده، مش المومنت لفوق، يبقى الدوران بتاع المومنت كده، يبقى مكان المومنت اترسم لفوق يبقى ده مكان الشد، ومكان الضغط هو المكان السهم او مكان الايه عكس المكان المومنت. يبقى دايما في الكاميرات او بشكل عام يعني مكان المومنت دايما هو مكان الشد او مكان التنشن فورس، وده هيبقى قدام في الخرسانه مكان التسليح الرئيسي. تمام. طيب عايز تقول ايه؟ عايز اقول عشان كده مكتوب لك هنا ايه، ان الام على الاي في الواي توب في السكشن ده الشد فوق، فبالنسبه لي الواي واي توب اللي هي الحته اللي فوق، الواي بتاعت الارتفاع اللي فوق لازم تبقى اقل من الاف بي تنشن، لان ده المنطقه من القطاع اللي معرضه لجهات شد. الرسمه دي هنوضحها كمان شويه، ومشابهه برضو للرسمه اللي فوق يعني، بس دي الاغلس شويه هنتكلم فيها كمان شويه. يبقى الام على اي في واي بتساوي لازم تبقى اقل من الاف بي تنشن. طب كلام جميل، ركز ده معايا دي. نص الدبليو نوت، الام هنا ما هو نص الدبليو نوت بدالة الدبليو، انا مش عارف الدبليو بكام، على الاي، الاي جيفن هو قال لي الاي ان ايه اللي احنا قلنا الاي اكس بالنسبه لي 36 في 10 اس 6، فبالتالي قال لي نص الدبليو نوت على 36 في 10 اس سالب 6 دي 6 بالملي. لو انت زي ما قلنا ضربت في 10 قسمت على 10 اس 12 عشان تحولها لمتر، يبقى كانك ضربت في 10 اس سالب كام؟ اس سالب 6، يعني دي بعد ما تحولت للمتر. مضروبه في مين؟ في الواي توب. ادي اقصى نقطه فوق عندي خالص اهي، اقصى نقطه فوق عندي اللي هي بتاعه التنشن، ارتفاعها من السنتر قد ايه؟ من اللي هو الان ايه بتاع السنتر بتاعي 180، يبقى الواي توب 180 مللي، يعني بوينت 180. لازم القيمه دي تبقى اقل مين؟ الاف بي تنشن. الاف بي تنشن قال لي 20 ميجا باسكال، احنا قلنا من شويه ان الميجا باسكال بتساوي 10 اس 6 نيوتن على المتر المربع، فبالتالي لما احول الميجا باسكال لنيوتن على المتر المربع اضرب في 10 اس 6، يبقى يعني عشان تبقى كلها حاجه واحده، او احول من هنا مش فارقه، المهم ان الوحدات كلها تبقى ثابته. في النهايه طلع ان الدبليو نوت كلمه اقل منها تحسب المعادله كانها يساوي، يعني لازم يبقى اقل من 8000 نيوتن على المتر الطولي. ده كده بالنسبه لي يمثل مين؟ الدبليو الماكسيمم في الحاله دي. طيب ده في حاله السكشن ده. طب نرجع نكمل نفس القطاع للكومبريشن، المومنت هو هو نص الدبليو نوت 36 في 10 سالب 6 هي الاي اللي لسه حاسبينها، بس المره دي الواي هي الواي بوتوم بقى، الكومبريشن في السكشن ده لتحت، فطالما الكومبريشن لتحت يبقى الواي بوتوم بتساوي 50 مللي، اللي هي الحته اللي حدد اقصى نقطه ايه، اقصى فايبر في الكاميرا لتحت خالص هو 50 مللي. طيب ال 50 يبقى بوينت 050 بالمتر، تطلع الرقم دي هو الرقم ده هو قايل لي ان الماكسيمم كومبريشن اف بي سي ب 80 ميجا باسكال، فبالتالي هرجع احط ايه 80 ميجا باسكال اللي هي بتساوي، معلش نرجع هنا اهي، 80 في 10 اس 6 نيوتن على متر مربع، الحاجات اللي اشتغلنا بيها. طلع الدبليو نوت في الحاله دي 11 او 115200 نيوتن على المتر، يبقى انا طلعت دبليو نوت للتنشن ودبليو نوت لمين؟ للكومبريشن. ده من انهي سيكشن؟ ده من اخطر سيكشن عليه نيجاتيف مومنت. طيب هعمل نفس الكلام، ولازم اعمل نفس الكلام بس للسيكشن اللي فيه ماكسيمم بوزيتيف مومنت، اللي هو يمثل هنا مين؟ السيكشن ده. يبقى هنا عندي سيكشن، ده شيكت على السيكشن ده طلع لي الدبليوهات بتاعتي، وطبعا بيطلع لي واحد من الكوميشن وواحد من التنشن، لان الواي مختلفه، ولان كمان حتى قيمه الماكسيمم في الكوميشن غير قيمه الماكسيمم في التنشن. فاضل السيكشن التاني اللي هو في الميد سبان او في المنتصف بتاعي. طب السيكشن ده اما اجي ابص عليه هلاقي اول حاجه نبص كده على الرسمه بتاعتنا، المومنت بتاعه 7.5 دبليو نوت، كلام جميل. طيب هنا المرة دي اختلف القصة، اختلف ايه بقى؟ المومنت لتحت، فبالتالي بقى اللي معرض لكمبريشن هو المنطقة اللي فوق، لأن المومنت لتحت يعني مكان الشد في السكشن ده فين؟ تحت، ومكان الضغط فين؟ فوق. يبقى اتعكست الآية بقى هنا، هنا بدل الجزء اللي تحت مكان في السكشن اللي فات هو اللي كومبريشن، لا الجزء اللي تحت هو اللي تنشن، وبقى الجزء اللي فوق هو اللي ايه؟ هو اللي كومبريشن، يعني ناخد بالنا من ايه؟ من التريك. طيب
نيجي نكمل هنا، هنبص عندي في الفايبر اوف كومبريشن هنا هيبقى زي ما قلنا هو مين الابر بتاعي او الجزء العلوي اللي هو اللي توب بقى المره دي. ف7 ونص دبليو قيمه المومنت على اي اكس بالتحويل للمتر زي ما هي. المره دي هقارنها بوينت 1.8 واسويها باقصى اجهاد للكومبريشن اللي هو 80 ميجا باسكال، وهحوله برضو زي ما قلنا لايه للنيوتن على المتر اضربه في 10 اس 6. طلعت الدبليو دي 2133 نيوتن على المتر الطولي، فدي الدبليو اللي هنا. طيب نرجع تاني نعمل نفس الكلام بس للجزء اللي تحت. الجزء اللي تحت ايه اللي هيتغير؟ اللي هيتغير في المعادله ان هيبقى ده التنشن بتاعي، وبالتالي نص التنشن تحت يبقى من الواي بوتوم بتاعتي اللي هي 50 اللي هي 0.05، واقارنها بالتنشن ستريس الالاوبل اللي هو 20 ميجا باسكال اللي هو زي ما قلنا حوله لنيوتن يضربه على المتر المربع اضربه في 10 اس 6. طلعت الدبليو دي 1920. طيب انا كده حسبت كام دبليو من الاول هنا كده؟ ادي 1 2 3 4. ايه الدبليو الامن؟ الدبليو ده حمل. انت حسبت من 1 لـ4، 4 معادلات او 4 قيم للدبليو. الماكسيمم سيف لود ده او اقصى حمل امن هو اقل حمل فيهم الـ4، والكلام ده برضو شفناه في الجزء الاولاني بتاع الايه الاكسيال فورس. نفس الكلام لو قال لي احسب اقصى حمل امن باخد اقل حمل، هي نفس الكلام. اقل حمل في دول هتلاقيه اللي هو 1920 نيوتن على المتر، لو اتقسمته على 1000 يعني هيبقى 1.92 كيلو نيوتن على المتر، وده اسمه الماكسيمم سيف لود. طيب تعال بص على الرسمه دي، عايزين نفهمها سواء في السكشن ده او في السكشن ده. عايزين نفهم الرسمه دي بتتعمل ازاي او ايه قصه الرسمه دي. قصه الرسمه دي ببساطه ان انا لو عايز ارسم بقى شكل توزيع الاجادات او اوضح شكل توزيع الاجادات، ادي خط كده قصاد الكاميرا بتاعتي، ده كده اللي هو الخط اللي انا عامله مثلا باللون الاحمر ده، ده كده مكان النيوترال اكسس، ده يمثل الصفر بتاعي. يبقى النيوترال اكسس احنا حكينا من شويه يمثل، طبعا الرسمه مرسومه هنا بس انا برسمها قدامكم خطوه خطوه. طيب انت فوق بالنسبه للسكشن ده الجزء اللي فوق معرض لايه؟ الجزء اللي فوق معرض لتنشن، والسوري الجزء اللي فوق معرض لكمبريشن، والجزء اللي تحت معرض لايه؟ لتنشن. تمام. طيب عشان ترسم انت ده الخط اللي اخترته ترسم عليه، وده النيوترال اكسس اللي هو الصفر بتاعي، النقطه دي هي الايه الصفر اللي هيبقى عندها صفر. طيب انت يا ترسم التنشن على اليمين يبقى الكمبريشن على الشمال، ترسم التنشن على الشمال يبقى الكمبريشن على اليمين، زي ما انت عايز. هاجي من قصاد الخط ده كده، يعني من اعلى نقطه هنا كده ومن اخر نقطه هنا كده، باخد خطوط موازيه، ومن نيوترال اكس باخد خطوط موازيه كده اللي هي اماكن النقط اللي هرسم عليها. فاضل انك ترسم. لما اجي ارسم القيم اللي عندي هاجي اعمل ايه؟ والله ده انا مثلا هرسم الكومبريشن على الشمال، همشي اي مسافه كده على الشمال واكتب عليها قيمه الاف بي سي بتاعتي، يعني ايا كان قيمتها بكام، ايا كان قيمتها بكام بقى، يعني الاف بي سي مثلا طلعت برقم. طيب والنقطه دي الصفر. طبعا انت مش لازم ترسم بسكين، انت ممكن توصل الخط ده كده، يعني هنعمل خط كده اهو، الخط ده كده هيعدي من فين لفين، من هنا ويجي عند نيوترال اكسس يعدي بالزيرو ويكمل، ده خط مستقيم. الاستريس دايما بيبقى لينير. القيمه اللي في الاخر دي تترسم لوحدها، يعني قيمه التنشن كده اللي اترسمت معايا، يعني لو انا جيت عملت الخط ده كده فده كده هيبقى مين؟ هيبقى الاف بي ايه تنشن، لان التنشن هنا فين؟ تحت. تمام. كل ده معرض لايه؟ لكمبريشن، وكل اللي تحت ده معرض لايه؟ لشد اللي هو الموجب بتاعي. طبعا يبقى كده اللي محصور بالنيوترال اكسس والفايبرز اللي فوق معرض لكمبريشن، واللي محصور بالنيوترال اكسس اللي هو الزيرو والتنشن معرض لتنشن اللي هو اخر نقط تحت. يبقى دي منطقه الكمبريشن في القطاع اللي هي الحته اللي فوق دي، ودي منطقه التنشن في القطاع اللي هي الحته اللي تحت دي. فهو ده اللي احنا عايزين نقوله من الرسمه دي كده. يبقى الرسمه دي بتمثل شكل اسمه النورمال ستريس ديستريبيوشن او شكل توزيع الاجهادات. طبعا هنرسمه في مسائل وهيعدي علينا كتير، ومهم قوي نبقى عارفينه. ايه ال ان ايه تاني؟ يعني ببساطه لحد ما نتوسع فيه في الاجزاء اللي جايه بعد كده، ال ان ايه ده يمثل مكان النيوترال اكسس زي ما قلنا اللي هو عنده الاستريس في القطاع بيساوي كام؟ بيساوي صفر زي الرسمه اللي احنا رسمناها دي. تمام. فده بالنسبه لي مساله بالمنظر ده، ودي برضو مساله مهمه جدا. طيب يعني لسه طبعا لينا تكملة في الأجزاء اللي بعد كده، نفس القصة بتاعت الفليكشر، وبعد كده هناخد الجزء الأخير اللي هو يعني هيبقى فيه جزء تالت ليه تكملة للفليكشر، ويعني أفكار بتاعت امتحانات برضو مهمة، يعني مسألتين كمان بس عشان ما أطولش في الفيديو ده أكتر من كده، عشان برضو يبقى سهل الرفع والناس تذاكره بسرعة. وهيبقى فيه كمان طبعا الجزء الأخير اللي هو هيبقى فيه شرح
ازاي بقى لو انا عندي ام اكس وام واي ونورمال. يبقى احنا لسه باقي لنا جزء كمان ان شاء الله، اللي هو الجزء الثالث هيبقى فيه مسالتين كمان على الفليكشر، يعني نفس النوعيه دي المسائل دي كده بس بافكار برضو مختلفه. وهيبقى عندنا بعد كده لما يبقى عندي كذا حاجه موجوده عندي، اللي هو اللي ما عندي بقى الثلاث حاجات اللي هم النورمال والام اكس والام واي والامثله بتاعتهم في الاجزاء اللي بعد كده ان شاء الله.